السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل متابعينا على برنامج يوتيوب. لقاء متجدد معكم مهندس وليد عمارة، مسؤول مبيعات بشركة تبارك للأسمدة والكيماويات الزراعية. هنقدم النهاردة بعض التوصيات، وهنتكلم عن بعض التوصيات الفنية لمحصول القمح في الفترة الحالية. في الفترة الحالية يجب الاهتمام الجيد بعملية الري، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا، ينبغي على أخواتنا المزارعين في أنحاء الجمهورية وخصوصا في الأراضي القديمة الاهتمام الجيد بعملية الري وعدم تعطيش القمح، حيث أن هذه الفترة تعتبر فترة امتلاء بالنسبة لحبوب القمح، فينبغي علينا المر، وكمان ينبغي علينا أيضا المرور الدوري على حقول القمح في الفترة الحالية للإطمئنان عليها والتأكد من خلوها من مرض الصدى الأصفر الذي يبدأ في الظهور في الفترة الحالية، وأيضا التأكد من خلوها من مرض الصدى البرتقالي والذي يبدأ ظهوره من نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس، ويظهر في صورة بصرات مبعثرة مستديرة لونها أصفر ولونها بني فاتح. يبدأ ظهور مرض الصدأ البرتقالي في نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس، ويظهر في صورة بثرات مبعثرة على الأوراق دائرية لونها بني فاتح. وطبعا كلنا شفنا الإصابة الوبائية السنة اللي فاتت بمرض الصدأ البني والصدأ البرتقالي اللي تسبب في خسائر كبيرة في بعض حقول القمح، فينبغي علينا المرور الجيد في الفترة الحالية وعدم تعطيش الأرض. وشركة تبارك بتقدم لنا أحد الحلول المتميزة وفي علاج مرض صدأ القمح، وهو مركب تلسكون ماكس. تلسكون ماكس من المستحلبات متناهية الصغر من المبيدات العلاجية والوقائية في القضاء على الصدى الأصفر في والصدى البرتقالي في محصول القمح. يتركب هذا المركب من اثنين من المواد الفعالة والتي تعمل على ما يسمى بالمكافحة المزدوجة، وهي مادة ديفينوكونازول وبيربيكيوكونازول، وهاتين المادتين تقومان بعمل مزدوج في القضاء السريع على مرض الصدى الأصفر والصدى البرتقال. فإن شاء الله نشكر شركة تبارك على هذا المركب المتميز. في غضون وقت قصير جدا تنتهي الإصابة وتتوقف الإصابة الموجودة بمرض الصدى الأصفر أو الصدى البرتقالي. دمتم في أمان الله عز وجل وحفظه ورعايته، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كان معكم مهندس وليد عمارة، أتمنى لو كنت أفدتكم بمعلومة ولو بسيطة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات تشجيعا لنا في الاستمرار على نشر مزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.